جولة ماراثونية يحتاجها المواطن لإنجاز المعاملات في بعض الدوائر الرسمية، فمن دائرة إلى أخرى ومن موظف إلى آخر، ضياع في الوقت وإسراف في المجهود. أنا بضيع يومين على مشان أجيب مخطط موقع وترسيم، مشان أجيب براءة ذمة، مشان أخطب ختم طلب البيع. بالبلدية نفسها يعني إجراءات طويلة، بدك تمر على عدة مكاتب وعدة تواقيع، ويعني مرات تصل حوالي 14 توقيع حتى أنك تخلص المعاملة تبعك. أنا جيت أشتري قطعة من المفرق جاي من السلط، لازلت أعاني من براءة الذمة في البلديات، والشباب هيم لغاية الآن من الساعة 8 الصبح لغاية الآن لم يتم تجهيز المعاملة. دائرة الأراضي هي أحد أكثر الدوائر حيوية واستقبالا للمراجعين، تعمل اليوم على أتمتة خدماتها، إلا أنها تواجه معيقات تتعلق بالدوائر الأخرى بحسب مديرها. البلديات لا تزال غير مستعدة وغير جاهزة لعملية الربط، بالرغم أنه الدائرة مستعدة وجاهزة للربط الإلكتروني، وسبق وأنه من العام الماضي قامت دائرة الأراضي بالارتباط إلكترونيا بأمانة عمان الكبرى. البلديات لا تختلف عن الأراضي، فهما مرتبطتان في أغلب المعاملات، ربط إجرائي وليس إلكترونيا، فما زالت الإضبارة سيدة المشهد، والتنقل من قسم إلى آخر هو عنوان يحتاج إلى خريطة لتستدل إليه. لا يوجد هناك نظام يربط ما بين المواطن والدوائر هذه الحكومية، يعني المواطن لازم يكون عنده كتالوج، يكون عارف كل شيء، لازم يعرف شو لازم يقدم أوراق، لا يكتشفها داخل التنظيم داخل المعاملات. بلدية المفرق تسعى هي الأخرى إلى أتمتة خدماتها، إلا أن بعض الإجراءات ما زالت تعيقها، إجراءات تحتاج إلى جولة تواقيع وموافقات من الوزارات المعنية لتأمين الاحتياجات. هناك اجتماعات حصلت مع مندوب وزارة الإدارة المحلية مدير الحاسوب، وللاهتمام مع وزارة الاقتصاد الرقمي أنهم يحلون مشكلة الخطوط الاتصالات مع شركات الاتصالات لربط النافذة الواحدة، والموضوع البراءة الذمة مع دائرة الأراضي والمساحة. كل فريق من البلدية بمتابعة مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية لموضوع تأمين الاحتياجات اللازمة لموضوع الوان ستوب شوب أو النافذة الواحدة في بلدية المفرق. في الألفية الثالثة تحول العالم إلى بيانات رقمية وخوارزميات لحل المشكلات، إلا أن الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها المواطن لا تزال بحاجة إلى حلول تتماشى مع سرعة العصر. أنس الحراش، المملكة، المفرق.